الله، مفيش حاجة يا ديني، مفيش حاجة، مش لاقي حد. اوه كل ده بق، احط لك دي في بقك دلوقتي؟ لا خلاص، بتديني على قفايا؟ عامل جاكيت بدله. طب امسك كده بقى دي، ماشي، وخد اضربني. تضربني بالجامد؟ فانا الهزار معاك واحد. لا مفيش هزار معايا، ده انا هتربعها على دماغي. وانا هسكت لك. تعال يا حبيبي تعال، محدش يتدخل، خليك في اللوحه انت. صلى على النبي. تعالى اللالي. طب قدام حد يمنع استاذ اشرف؟ مفيش حد هينجدك مني. حد يمنع يخش هقتله. والنبي محدش يخش. تعالى لي بقى يا حبيبي كده. يا مربيه زيني انت يا عادل الفقر انت. الله يكرم بيتك. وقف بقى كده، حد يلحقني هتقام لك. ابو سيدك خلاص منك. خلاص زي ما انت. حد بجد استاذ اشرف فين والنبي؟ يا خبر ما تقلقش هطلعك. واصبر ما تخافش هطلعك انا. هطلعك والله واصبر. ما تخافش. اوه هي اوه هي اوه هي. امسك الستاند باص. امسك يا جماعه. يا نهار اسود انت السبب. البتاعة دي باظت كده. بس ده بجد انت اهم حاجة عندك البتاعة. يا ابني ماشي. منظرك وحش. فعمالين تنقذوا في دي وسايبين الكلب اللي مرمى على البتاعة. يا عم انت هتقوم. الشماعة تخش في عينيا. انت هتقوم. انت بني ادم، دي حديد مش هتعرف تقوم لوحدها. حديد مش هتعرف. قلبك طيب على الحديد ولا كان من الاستاذ عادل؟ ارجع. هات المسوره دي. ده جاي يلعب، راح لامه يقول لها انا رايح العب النهارده.